بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة اليوم ربما تكون ليلة القدر، وربما غدا، وهكذا حتى آخر ليالي رمضان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: التمسوها في العشر الأخير من رمضان، أو العشر الأواخر. فأحبتي في الله، أحببت اليوم أن أتحدث معكم عن مواضيع مهمة. أرجو من الجميع أن يبقى معنا حتى نهاية هذا البث المباشر. هناك معلومات مهمة سوف نقدمها إن شاء الله، ونتحدث عن كيف تلتمس ليلة القدر وتقدير الأرزاق. هناك مسألة مهمة أيها الأحبة: لماذا سميت ليلة القدر بالقدر؟ وكيف نجد أن القرآن يستخدم التقدير والقدر والقدر مع الرزق؟ وكل شيء عنده بمقدار. إذن هناك علاقة بين هذه الأيام وبين تقدير الأرزاق، والله يسبب الأسباب عز وجل. سوف نستعرض أيها الأحبة مواضيع متعددة في هذا البث المباشر. كيف نعلم بليلة القدر؟ يعني كيف يمكننا رؤية ليلة القدر؟ ما معنى أن نرى ليلة القدر؟ هذا مفهوم يجب أن نصححه لدى كثير من الناس أيها الأحبة. ثانيا، ما هو أفضل عمل يريحك يوم الموت؟ قد يكون هذا آخر رمضان لنا أيها الأحبة، فلذلك ينبغي أن نستعد. إذن الخطوة الثالثة: كيف تستعد للرحيل؟ هناك يعني مصطلح يعني وجدته صحيحا، وهو طاقة ليلة القدر. ليلة القدر لها طاقة هائلة جدا، أكثر من 30,000 ضعف أي ليلة عادية، ففيها تقدر الأرزاق. ولذلك سوف نتعرض لآيات كثرة الرزق في هذا اللقاء إن شاء الله. وكيف يمكن لكل واحد منا أن يدرك ليلة القدر؟ يعني هذا الأمر مهم جدا أيها الأحبة، كيف يمكن لكل واحد منا أن يدرك هذه الليلة وبسهولة؟ سوف أقول لكم كيف. الشيء الثالث، أن رحمة الله أوسع مما نتصور. أراد لجميع عباده الخير فأخفى عنهم ليلة القدر. هناك شيء أيضا أخير، وسيلة لكسب الرزق. وسيلة لكسب الرزق، أعلى الأعمال هي الدعوة إلى الله. هناك حديث سنحاول أن نفهمه معا: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وثالثا، هل هناك دعاء للرزق؟ الحقيقة هذه المواضيع أيها الأحبة يعني سنتعرض لها، بالإضافة سنختم بموضوع مهم أنا أحب دائما أن أتذكره معكم، وهو الموت. الموت أساسا هو نهاية أحزان وبداية فرح. هكذا ينبغي أن يكون الموت أيها الأحبة. هناك التفكير في الموت له طاقة. عندما تفكر بالموت هذا الأمر له طاقة خلاقة يستخدمها علماء الغرب اليوم، سأقول لكم الدراسة التي أجريت مؤخرا. الخطوة الثانية، الموت أهم من الحياة، والخطوة الأخيرة، الموت هو بداية الحياة الحقيقية. إذن دعونا نبدأ كيف نلتمس ليلة القدر أيها الأحبة. تأملوا معي أحبتي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل انظروا إلى ليلة القدر أو شاهدوا ليلة القدر أو كذا، لا،
هو قال التمس. وما معنى يلتمس الإنسان؟ يعني يحاول أن يكسب شيء معين أو يلمس شيء معين. واللمس هنا ليس لمس مادي، إنما لمس معنوي، أن نتلمس. إنسان يسير في الظلام، نقول له تلمس، تلمس مثلا الضوء، يعني حاول أن تبحث عن الضوء حتى تجده. فالتمسوا يعني أن كل واحد منا، إذا دققوا أيها الأحبة، الكلام دقيق، كل واحد منا إذا حرص على الأيام العشرة الأخيرة، وبخاصة الليالي العشرة الأخيرة من شهر رمضان، كل يوم يقوم. والقيام ليس أن تقوم يعني تقف، لا، أن تمسك سماعة الهاتف وتتصل بأرحامك، بأخت لك في بلد آخر، وتقول لها مثلا كل عام وأنت بخير، أو السلام عليكم، تطمئن عن حالهم، إذا كانت مريضة تواسيها بكلمة، تتصل بأخيك. هذا قيام أيها الأحبة. من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، طبعا إيمانا واحتسابا. والقيام هنا كما قلت لكم ليس أن تقوم وتقف، لأن الله لا يريد منا أن نقوم ونجلس ونقف، يعني رب مصل ليس له من صلاته إلا السجود والقيام والجلوس، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فالقضية هنا قضية إخلاص وقضية عمل. والنبي عليه الصلاة والسلام له حديث عجيب أيها الأحبة، عندما سئل عن أثقل الأعمال في ميزان الإنسان يوم القيامة. يعني اليوم مثلا نحن نعلم أن أثقل شيء الذهب، الألماس، هناك معادن نادرة مثلا مثل يورانيوم كذا، فهذه ثقيلة. يوم القيامة أثقل شيء هو حسن الخلق. يعني أنت مثلا خلال هذه الليالي العشرة أن تأتي بطبق طعام، بشيء مثلا تعطيه لجارك، تطعم فقير في ليلة ما، تعطيه وجبة طعام، تكرم إنسان ولو يعني تمرة مثلا، تكرم إنسان بكلمة طيبة، هذا من أعلى أنواع الثواب أحبتي في الله. على فكرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الصحابة الكرام كيف يكونون يعني قريبين منه، كيف يكونون قريبين منه، عندما سئل حبيبكم عليه الصلاة والسلام قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة من؟ لم يقل الراكعون أو الساجدون أو القائمون أو كذا أو المتصدقون، حتى قال أحاسنكم أخلاقا. إذن حسن الخلق، طيب ما هو حسن الخلق؟ الصبر من أهم وأعلى درجات حسن الخلق، الصبر، أن تصبر على من أذاك، لأن هذه رسالة الأنبياء وخلق الأنبياء جميعا، أنهم صبروا على من آذاهم وأحسنوا لمن أساء إليهم. يعني تصور لديك قريب، يعني اليوم وردني سؤال، شخص قريبه يسيء له أو قريبته ربما، وهذا الأمر يعني كان طبعا يريد، هو يريد أن يعني يفعل الخير، هو يريد أن يفعل الخير أيها الأحبة، يريد أن يعني يبر هؤلاء، يصل رحمه. على الرغم من ذلك أيها الأحبة هم يقطعونه ويؤذونه. فطلب النصيحة، قلت له إذا أردت أن تكسب ثوابا عظيما جدا ينبغي عليك أن تحسن لمن أساء لك، وبخاصة من الأرحام
الأهل، الأقارب، حتى الجار، من يسيء لك أخي الحبيب أحسن إليه. أنت تريد أن تكون قريبا من النبي، يجب أن تسلك هذا السلوك. تريد أن تكون في أعلى درجات الجنة، يجب أن تسلك هذا السلوك. إذن هذه الليلة أنت إذا كل يوم قمت بأعمال بر بالإضافة لصلاة ولو ركعتين في جوف الليل، تدبر آية من القرآن، من الأعمال العالية جدا هذه، أن تحفظ ولو ثلاث آيات مثلا كل يوم، احرص خلال هذه الليالي العشر، لأن الحسنة أو العمل يضاعف 30,000 ضعف وأكثر، لأن الله تعالى يقول ليلة القدر خير من 1,000 شهر. 1,000 شهر يعني شهر 30 يوم، إذا اعتبرنا مضروب في 1,000 30,000، فهذه الليلة خير من 30,000 شهر بليلها ونهارها. يعني لازم تضرب باثنين، لأنه هي ليلة وليست نهار، هي ليلة. فيعني خير من 60,000 ليلة لو ضربنا باثنان، وأفضل. تصوروا كم من الأجر نحن نضيع أيها الأحبة. وهناك أعمال، يعني أنا كما قلت لكم، الكثير يفهم بعض الأمور خطأ. يفهم أن قيام الليل يجب أن تقوم وتسجد وتركع، هذا نوع من أنواع القيام أيها الأحبة. يعني الله تعالى وضح لنا ذلك في سورة الزمر عندما قال أمن هو قانت آناء الليل، قانت يعني خاشع، ساجدا وقائما، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، إنما يتذكر أولو الألباب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. فالقيام والسجود هو جزء من قيام الليل. أن تحذر الآخرة، تتذكر الموت، الآن هذا ما سنفعله بعد قليل، أن نتذكر الموت يوم الفرح، أنا يمكن أن أسميه يوم الفرح. الشيء الأهم أيها الأحبة، يرجو رحمة ربه. طيب أنا كيف أرجو رحمة الله؟ مجرد أن أقرأ القرآن، مجرد أن أجلس وأتخيل وأقول يا رب أريد رحمتك؟ لا، هناك أعمال يجب أن أقوم بها لأصل إلى هذه الرحمة. وكما قلنا، حسن الخلق والصبر والإحسان، هذه أعمال ترزقك أو تأتيك بسببها محبة الله سبحانه وتعالى. والله يحب المحسنين، والله مع الصابرين. إذن الصبر والإحسان شيء، والتقوى. لذلك سيدنا يوسف عليه السلام بعد أن أصبح ملكا لأعظم دولة في ذلك الوقت، أصبح ملكا على مصر، هذا النبي الكريم ماذا قال؟ قال أخوته تالله لقد آثرك الله علينا. هو أصبح ملكا، هم كانوا عصبة وأقوياء وأشداء، وهو كان طفل ضعيف، ولكن كان لديه شيئين أيها الأحبة تميز بهما عنهم. قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. التقوى والصبر تقودك أن تكون من المحسنين. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الصبر ثم الصبر ثم الصبر أيها الأحبة. اليوم بسبب ضغط المعلوماتية والإنترنت وضغط الفضائيات والأفكار الإلحادية التي نجدها في مناهج التعليم وفي ثقافة الشارع ومن التلفزيون ومن الإنترنت، ويعني فقدنا أهم شيء هو الصبر. ما أعطى الله عطاء للعبد أوسع من الصبر، أوسع عطاء يمكن أن يمنحه الله لك، أن يمنحه الله لك، هو الصبر أخي الحبيب. لذلك أيها الأحبة، يعني والله هذه الأعمال أنت بمجرد أن تقوم بها وأنت تنوي أن تدرك ليلة القدر،
صدقني ستدرك هذه الليلة، ولو ليس من الضروري أن ترى شيئا، ستدرك هذه الليلة وتأخذ ثوابها مضاعفا، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فإذا أيها الأحبة، الله يريد قلب نقي، يريد تقوى، يريد منك الصبر، يريد منك التواضع. من تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى. طيب، الموضوع الثاني أيها الأحبة الذي يعني أحببت أن أتأمله معكم اليوم، هل يمكننا رؤية ليلة القدر؟ هذا الأمر في غيب الله سبحانه وتعالى. هناك أناس تحدث معهم كرامات، إكرام من الله لهم، يرى أشياء، مثلا يشعر أن هذه ليلة القدر. هذا الأمر وارد، ولكن ليس من الضروري إذا لم ترى هذه العلامات أنك لم تدرك ليلة القدر. لا، خطأ هذا الكلام. الله تعالى أكد لنا أنه أنزل القرآن في ليلة القدر، وفي آية أخرى قال إن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن والنبي قال التمسوها في العشر الأواخر، إذن هذه العشرة أيام فيها ليلة هي ليلة القدر، هي مجهولة، أخفاها الله عنها لأنه يريد لنا الخير، يريد منا مزيدا من العمل. فلذلك أنت عندما كل يوم تقوم بأعمال البر ستأخذ ثواب ليلة القدر. أنا ما الذي يهمني أن أرى أو لا أرى؟ أنا يهمني الثواب، يهمني رضا الله عز وجل. أنا الذي يهمني أن يرضى الله عني. كيف يرضى عني؟ الله لا يرضى إلا على الصابرين المحتسبين المتواضعين الخاشعين، هؤلاء الذين الله يرضى عنهم، وليس الإنسان المتكبر الذي يعني يفتخر بنفسه. يعني قارون كان لديه علم، وكان من قوم موسى، كان مؤمنا الرجل يعني، ولكن المال أطغاه، أتاه الله من الكنوز الشيء الكثير. فهذا الرجل لم يرد الفضل لله تعالى، قال إنما أوتيته على علم عندي. يعني مثل إنسان اليوم لديه شركات يقول لك أنا هذا نتيجة علمي، نتيجة دراستي، شهاداتي، علاقاتي، كذا إلى آخره. هذا الأمر مدمر أيها الأحبة، فخسفنا به وبداره الأرض. إذن لم تنفعه لا هذه القوة ولا العلم ولا المال ولا الكنوز، ولم ينفعه فرعون ولا غيره، لأنه كان في زمن فرعون. إذن أيها الأحبة، يجب أن تتواضع لله. من تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني، ما هو أفضل عمل يريحك يوم الموت؟ أفضل عمل يريحك يوم الموت. الحقيقة أحبتي في الله، انظروا، أنا بالنسبة لي حسب اطلاعي على القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أعتبر أن الدعوة إلى الله على رأس الأعمال. لماذا؟ لأن الدعوة إلى الله أنت تنفع غيرك. الدعوة إلى الله تعني أنك تريد الخير للآخرين، أنك تنقذ الآخرين من النار، أنك تضحي بنفسك من أجل الآخرين. لذلك الصلاة والعبادات وكذا، هذه تأخذ فوائدها لك، أنت تستفيد منها، لا أحد يستفيد من صلاتك. يعني أنت عندما تقوم الليل لا أحد يستفيد من صلاتك، ولكن عندما تدعو إلى الله قد تنقذ إنسان من النار والعياذ بالله، فيكون لك أجر كل الأعمال التي سيعملها بعد أن هداه الله. إذن أيها الأحبة، أفضل عمل هو الدعوة إلى الله، والشيء الثاني العمل الصالح. العمل الصالح على رأسه الصبر والتقوى. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، رقم واحد،
وعمل صالحا، إذا الأعمال الصالحة رقم اثنان، وقال إنني من المسلمين رقم ثلاثة. فأنت عندما تدعو إلى الله، أنا أؤكد على هذا الموضوع لأننا للأسف فقدنا هذا الأمر في هذا العصر المظلم. كل واحد يهتم بنفسه ويقول ليس لي علاقة بالآخرين، ونحن كلنا على هذا الكوكب مثل مجموعة من الناس على سفينة، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هناك بعض الأغبياء مثلا يقول أنا سأنزل إلى السفينة ومثلا أخرق، أو هو في تحت يعني يقول أنا سأخرق هذه السفينة وأحصل على الماء، فيغرق السفينة بكاملها. فمثل هذا الشخص يجب أن ينصح، ويجب أن يعني ننصحه أن هذا العمل سيغرق. فإذا لم نتناصح فيما بيننا وندعو إلى الله وننبه من خطورة الخمر، خطورة الزنا، خطورة السرقة، خطورة الرشوة، خطورة الربا، هذه الأمور تدمر المجتمع. فإذا كل واحد قال أنا ليس لي علاقة، فهذا الأمر سيعود بالخسران على الكوكب بأكمله، وهذا ما يحصل للأسف الآن. يعني كما ترون الأوبئة تنتشر، ودمار اقتصادي في كثير من البلدان، ومجاعات وحروب وفقر شديد وإلى آخره. 5 مليون شخص يموتون جوعا كل عام حسب الأمم المتحدة، إحصائيات مرعبة. المهم ينبغي أن نفكر كيف نستعد للرحيل. أيها الأحبة، كيف تستعد للرحيل؟ يجب أن تجهز نفسك كل يوم. أنا هذا ما أفعله حقيقة، يعني سلوكي في هذه الدنيا أعتبر أن كل يوم يمكن أن يكون آخر يوم، ولكن بعده فرح. لماذا؟ لأن الله أخبرني بذلك، وليس فلان أو فلان. يعني لم يعد أحد من الموت أيها الأحبة، يعني أنا ولا غيري يعرف أحدا عاد من الموت وأخبرنا، ولكن أخبرنا الذي قال عن نفسه ومن أصدق من الله قيلا، قال لي وقال لك فرحين بما آتاهم الله من فضله. هذا يوم الموت، الفرح يوم الموت أيها الأحبة. هؤلاء الذين ماتوا في سبيل الله، وكل إنسان يفني عمره في الدعوة إلى الله والصبر والتحمل هو في سبيل الله. على فكرة يعني كلمة في سبيل الله لا تعني فقط القتال أو الجهاد، لأن الجهاد أنواع أيها الأحبة. هناك أكبر نوع للجهاد هو الجهاد بالقرآن، لأن الله تعالى يقول وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن. لذلك أيها الأحبة، الله عز وجل يقول لي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل، يعني فضل ونعمة ورزق يرزقون وفرح. إذن يجب أن ننظر إلى يوم الموت على أنه بداية لحياة جديدة مليئة بالفرح، مليئة بالسرور، مليئة بالرزق. ثم الملائكة عندما تأتي يوم الموت قد يقول لي قائل ما الدليل على ذلك؟ يعني أين علمت أن الله يعطي هذا الإنسان ولو مات على فراشه يعطيه ثواب الشهداء؟ أنا أقول لكم أيها الأحبة، عندما تأتي لحظة الموت تتنزل الملائكة عليك، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل الملائكة عليهم. متى لحظة الموت هذا الكلام؟ ألا تخافوا من المستقبل ولا تحزنوا على ما مضى وأبشروا الأمنيات بما كنتم توعدون، وأبشروا
انظروا أيها الأحبة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ماذا؟ ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. طيب أنا أشتهي أن يكون لي أجر الشهيد بعد الموت، سيعطيني الله أجر الشهيد. علمتم أيها الأحبة، لحظة الموت المؤمن الذي استقام على طريق الله سبحانه وتعالى إذا تمنى أن يرزقه الله بما شاء سيعطيه ما أي شيء يطلبه. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، وهنا كلمة فيها أيها الأحبة تبدأ منذ لحظة الموت، ولكن النعيم في القبر أو في عالم البرزخ يكون للنفس دون الجسد، لأن الجسد سيفنى، ويوم القيامة سيكون النعيم للنفس والجسد معا. إذن ما دمت مؤمنا، ما دمت مؤمنا ثق تماما أن الله سيعطيك أجر الشهيد بإذن الله، وسترزق وأنت في قبرك. إذن أيها الأحبة، الاستعداد للرحيل، يجب أن تفكر هنا الرحيل أن الموت شيء جميل، وطبعا نحن نكره الموت حقيقة، كلنا يهرب من الموت، لا أحد يتمنى الموت أحبتي في الله، لا أحد يتمنى، والنبي نهى أن نتمنى الموت، قال لا تمنوا الموت أو لا يتمنين أحدكم الموت. فإن كان ولا بد يعني فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كان الموت خيرا لي. هذا دعاء يجب أن تقوله دائما، علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، ما دامت هذه الحياة فيها خير لي فأهلا وسهلا أنا مطمئن، وتوفني إذا كان الموت خيرا لي. ربما أنا أنحرف، ربما أطغى والعياذ بالله، فالله من رحمته بك يختار لك اللحظة المناسبة للموت. فلا تقل لماذا فلان مات في هذا التوقيت، لو أنه عاش أكثر أو كذا أو كذا، لا، الله هو الذي يختار. لذلك أيها الأحبة يعني يجب أن نفكر بالموت، وبخاصة هذه الأيام، أيام ليلة القدر، لأن الله يأمرنا بذلك، يقول يرجو رحمة، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. طب يحذر الآخرة معنى ذلك يفكر بما بعد الموت، ما هذا أمر إلهي. أمن هو قانت أناء الليل، قانت وليس قانط بالطاء، قانط يعني يائس من رحمة الله، هو أقل مراحل اليأس القنوط. لذلك قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هنا قال تعالى أمن هو قانت بالتاء يعني خاشع ذليل متدبر متأمل لكلام الله، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، إذن هو يفكر بما بعد الموت ويرجو رحمة ربه، يفكر برضا الله سبحانه وتعالى وما عند الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هنا أنا لدي ملاحظة أيها الأحبة عن طاقة ليلة القدر. أنا أتصور والله أعلم طبعا هذا اجتهاد شخصي، أن هناك نورا ينزل عبر الكون في هذه الليلة غير مرئي، المؤمن يمكن أن يشعر به، يعني أنت كمؤمن يمكن أن تشعر أن هناك ليلة من هذه الليالي تشعر بهدوء
بسلام، لأن الله قال من صفات ليلة القدر، قال سلام هي حتى مطلع الفجر. وكما قلت لكم ليس من الضروري أن تكون هذه الليلة هي 27 أو 23، لأننا أصلا بالضبط لا نعلم متى بداية رمضان، يعني لأن الهلال أحيانا لا نتمكن من رؤيته، ف يعني يحدد العلماء أن هذا أول يوم في رمضان، قد يكون غير صحيح أو غير دقيق تحديدهم. لذلك نحن حتى الزوج والفرد لا نستطيع أن نحدده بدقة، ولكن أنت إذا أردت أن يعني تأخذ الثواب الأيام العشرة الأخيرة من رمضان، يعني هذه الأيام، كل هذه الأيام اعمل فيها. تصور أن الله عز وجل سيقدر لك رزقا كبيرا في ليلة من هذه الليالي. طيب ما الذي يجعلني أقول ذلك أيها الأحبة؟ أحد الأحبة أرسل لي فكرة عبر واتساب جزاه الله خيرا، يربط بين الرزق وتقدير الرزق وبين ليلة القدر. الحقيقة أنا دعوني فقط أذهب إلى برنامج إحصاء القرآن العظيم، برنامج إحصاء القرآن العظيم. نتأمل في هذا البرنامج أيها الأحبة كلمة قدر أو قدرة، يعني كيف تستخدم أو أين تستخدم. مثلا يعني مثلا هنا هذا هو برنامج إحصاء القرآن، برنامج رائع جدا، يعني أنا أعتمد عليه كثيرا للبحث عن أي كلمة. يعني عندما نكتب، يعني يمكن أن نبحث بالجذور مثلا، الرسم العثماني إحصاء الجذور ليعطينا كل مشتقات الكلمة. أنا عندي قدرة تكررت 132 مرة بمشتقاتها كاملة، 132 مرة أيها الأحبة. طبعا قدير من مشتقات قدرة، قدير كذا. أنا الآن سأبحث عن آيات محددة نتأمل من خلالها لماذا سميت ليلة القدر. القدر يعني ممكن أن نبحث عن كلمة قدر، مثلا سوف نجد نتائج جميلة جدا. مثلا القمر وقدره منازل، قدره، إذن تعطيك نوع من النظام، القمر له نظام معين في الهلال، ثم يصبح يعني بدرا ثم كذا. هنا الله تعالى يقول فسالت أودية بقدرها. هنا هذه الآية جميلة، انظروا أيها الأحبة، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ما معنى يقدر هنا؟ يقدر هنا بمعنى، لها معاني كثيرة، أحد المعاني أنه يقدر لك كمية من الرزق قليلة فلمصلحتك. يعني تقدير الرزق أيها الأحبة ليس من الضروري دائما أن يكون الرزق الكثير شيء جيد. عندما يحب الله إنسان ويريده أن يلتجئ إليه ويريد أن يعطيه مراتب عليا يوم القيامة، يضيق عليه الرزق ليجعله يلتجئ إلى الله عز وجل. فإذا الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، كلمة ويقدر هنا لا تدل على شيء سيء أيها الأحبة، على خير. لذلك قال وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. إذن أيها الأحبة يعني التقدير، تخصيص الأشياء، يعني تنظيم الأشياء، يعني مثلا
نحن قدرنا بينكم الموت، قدرنا نظمنا، هناك أسباب للموت. هذه آية جميلة أيها الأحبة، الله يقول فيها: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه في السماء، يعني الرزق في السماء، وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذن الرزق ينزل بقدر، وهذا القدر قد يكون كبيرا أو صغيرا، ولكن المهم أنه خير لك، المهم أن يكون خيرا لك. فإذا تقدير الرزق له علاقة بليلة القدر، فسميت ليلة القدر بسبب أن هناك أمور تقدر فيها، هناك أمور كثيرة تقدر فيها. يعني مثلا: وأنزلنا من السماء ماء بقدر، بقدر يعني نظام، كل قطرة ماء محسوبة. وليلة القدر تقدر فيها أشياء نحن لا نعلمها، ربما أرزاق العباد، أعمال العباد، ربما لا تعلم. فلذلك إياك أن تغفل عن هذه الليلة. مثلا: وخلق كل شيء فقدره تقدير. انظروا كلمة التقدير والقدر لها دلالات مهمة، دلالات مهمة جدا أيها الأحبة. يعني الله خلق كل شيء بنظام محسوب مقدر دقيق جدا. مثلا: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. طيب، نأخذ هذه الآية فقط لكي نفهم، نصحح نظرتنا للرزق أيها الأحبة. هذه الآية وردت في قصة قارون الذي تحدثنا عنه آنفا. تقول: بعد أن خسف الله به وبداره الأرض، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. طيب، الذي بسط له الله الرزق من هو؟ هو قارون. والذي قدر عليه رزقه من هو؟ هم الذين تمنوا أن يكونوا مكانه. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، هؤلاء رزقهم قليل ضيق، هو رزقه مبسوط كنوز. طيب، من الذي فاز؟ رأيتم؟ الذي فاز هم أصحاب الرزق القليل، والذي خسف به وسيخسف به في جهنم والعياذ بالله، هو الآن في جهنم، قارون الذي بسط الله الرزق له الرزق كثيرا. إذن لا تفهموا أحبتي في الله أن بسط الرزق شيء جيد. يعني الله إذا أحب، طيب النبي صلى الله عليه وسلم، الله أليس قادرا أن يعطيه كنوز وجنات؟ لماذا لم يعطيه ذلك؟ لأن الله عز وجل يريد هذه النفس، يريد هذا القلب. ماذا يوجد في قلبك؟ ماذا يوجد في نيتك؟ إنما الأعمال بالنيات. يريد أن يعرف، أو يريد أن يرى منك الإخلاص. والله طبعا يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا هناك علاقة بين القدر أو القدر أو يقدر وبين الرزق، دائما هذه موجودة في القرآن وتكررت كثيرا. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ يعني هنا الله ينبهنا، انتبهوا، هناك ليلة اسمها ليلة القدر. إذا التمست هذه الليلة سيقدر لك رزق يصلحك ويقربك إلى الله. أنا ما حاجتي برزق ينسيني ويطغيني، لا أريده، أريد رزقا يقربني من الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا: وكان أمر الله قدرا مقدورا، يعني أمر محتم
مقدر منتهي يعني، يعني كأن ليلة القدر الأمور منتهية فيها، لا تبدل، يقدر فيها كل شيء. طبعا هنا أيها الأحبة، إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، آيات كثيرة الحقيقة. أنا موضوع الرزق لم أجد آية واحدة في القرآن تربط الرزق بكثرة العمل، لم أجد. كل آيات الرزق إما ترتبط بالتقوى أو بمشيئة الله. انظروا غالبا قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، دائما مرتبط بمشيئة الله، ليقول لك يا أخي ريح نفسك، لا تتعب نفسك، رزقك مقدر ومكتوب ومبرمج، أنت فقط اعمل ما عليك واترك الأسباب هي التي تعمل، اترك الأسباب تعمل. فإذا لا تلهث وراء الرزق الكثير، ربما يكون يعني فيه شر لك، والرزق القليل يكون فيه خير لك، كما حدث في قصة قارون. يعني الله عمل لنا مقارنة، الذي بسط له الرزق خسف به وهو في نار جهنم، والذي ضيق عليه الرزق فاز، قال الحمد لله، ويكأنه لا يفلح الكافرون. إذن أيها الأحبة، هذه الآيات يعني هنا أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. لاحظتم يعني، انظروا كم آية أيها الأحبة، انظروا كم آية. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، انظروا كم آية كثيرة كثيرة جدا في القرآن. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. إذن بسط الرزق شيء ليس جيدا غالبا، يعني في الغالب ليس جيدا. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر، يعني بكمية محسوبة ومحددة مسبقا. يعني كلمة قدر فيها معنى أنه شيء محدد مسبقا، إنه بعباده خبير بصير. والذي نزل من السماء ماء بقدر، بكمية محددة ومبرمجة ومحسوبة وبنظام محدد. طبعا هنا آيات كثيرة أيها الأحبة، إن كل شيء خلقناه بقدر، بنظام مقدر. نحن قدرنا بينكم الموت، ما معنى قدرنا؟ يعني الموت محسوب، مبرمج، محدد، لن تهرب منه. لحظة موتك محددة قبل أن تخرج إلى الدنيا. الحديث الذي أبلغنا به النبي صلى الله عليه وسلم عندما أكد لنا هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام الرحيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، أراد أن يطمئننا، وهذه رسالة لمن ينكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يقول لنا اطمئن، لا تتعب وتشغل نفسك. انظروا أيها الأحبة إلى رجال الأعمال حول العالم، يفكر ويجمع حتى يأتي الموت، لا ينتهي، عمل شركة يحتاج واحدة أخرى، كذا يعمل كذا، يطمح إلى أعلى حتى يموت. والإنسان غير مطلوب منه ذلك. فإذا أيها الأحبة، هذا الموت الذي قدره الله جاء على لسان حبيبي عليه الصلاة والسلام عندما قال إن أحد إذا مر بالنطفة، حديث رواه مسلم، إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق جلدها ولحمها وعظمها كذا كذا، ويؤمر الملك بأربع كلمات أن يكتب في هذا اليوم. يعني تصور عمرك 42 يوم. أحبتي في الله، سأقول لكم كم يبلغ
يعني مثال الجنين، ما هذه هنا؟ فقط أنا سأوضح، ما هذه هنا؟ هذه سماعة، طرف سماعة بعمر 42 يوم. أنت أصغر من هذه، أصغر من هذه أخي الحبيب. انظر إلى هذه، كل واحد عنده سماعات ينظر. كنت أقل من 1.5 سنت، 2 سنت تقريبا في اليوم 42 الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. ينزل الملك وينفخ الروح ويكتب 4 أشياء، احفظوها أحبتي في الله، احفظوها لتطمئنوا. أول شيء الأجل، خلص انتهى، كتب لحظة الموت انتهى، يعني شيء محدد. يعني مثل أنت لديك مثلا في يوم معين بتاريخ 1/1 مثلا سنة كذا لديك امتحان، هل تجلس تفكر يعني متى الامتحان؟ غباء. ما هو حدد لك، قال لك يوم 1/1، كل يوم تجلس وتقول متى وما؟ لا، خلاص حددنا. فالملك حدد لحظة موتك، ما دامت هذه اللحظة محددة وأنت طولك 2 سنتيمتر، 2 سنت بقدر هذا الرأس، إذن أنا لماذا أتعب وأشقى وأفكر وما الفائدة؟ مقدر مكتوب، يؤمر الملك أن يكتب. ما معنى يكتب؟ انتهى يعني. وهذا له تفسير طبعا، أنا عملت فيديو أكثر من 2 ساعة، كيف يضل الله من يشاء، وفندته بطريقة رائعة يعني. هذا الشيء علم كبير اسمه علم الغيب. الشيء الثاني، الملك يكتب العمل، عملك، ويكتب رزقك، الرزق مكتوب أخي الحبيب. يعني أنا الآن سأشرب مثلا هذا البرتقال، بسم الله، هذه الكمية التي دخلت والله إنها مكتوبة منذ أن كنت جنينا بعمر 42 يوم، مكتوبة ومقدرة. الآلية كيف، هذا موضوع آخر نخصص له إن شاء الله لقاء. إنما كل ذرة مكتوبة في الكون. الشيء الأخير الرابع، وشقي أو سعيد. نحن كنا قديما نفهم شقي أو سعيد يعني أن يكون سعيدا بالدنيا وفرحا وغنيا، أو شقيا يعني بائسا وفقيرا. لا، في القرآن الكريم الشقي هم أصحاب النار، والسعيد هم السعيد هو أو السعداء هم أصحاب الجنة. الأشقياء هم أصحاب النار. يعني مثلا لو بحثنا في هذا البرنامج أيها الأحبة عن كلمة شقي وسعيد، مثلا كلمة سعيد وردت مرة واحدة فقط في القرآن، مرة واحدة كلمة سعيد. فمنهم شقي وسعيد. طيب من هو الشقي ومن هو السعيد؟ الآية التالية تخبرنا أيها الأحبة، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. يا لطيف، يعني من أجل أن يبسط لك الرزق في الدنيا تكون من الأشقياء. طيب يا أخي، الله يحبك، الله يحبك كما أحب نبيه عليه الصلاة والسلام. النبي تعرض للأذى والمحن، وأحيانا تمر أشهر لا توقد في بيت آل محمد صلى الله عليه وسلم نار، يعني دليل على قلة الطعام. والنبي مات ودرعه الشريفة
مرهونة عند يهودي على 30 رطلا من أو 30 صاعا من شعير عند يهودي. لما هذا فخر للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا فخر للنبي لأنه يريد أن يقول لك إن هذا النبي جاء ليتعامل مع الكون، لم يأتي لي 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 يعني أهداف محدودة أو ليجعل المسلمين منغلقين على أنفسهم، لا، النبي تعامل مع كل البشر لأنه رحمة للعالمين، دعوته عالمية أيها الأحبة. إذن الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. طيب من السعيد؟ طبعا هنا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، غير منقطع يعني. طيب يعني بالله عليكم، يعني ما دامت الأمور مكتوبة أيها الأحبة، يعني ما دام الله عز وجل كتب كل شيء عليك، كتب الرزق وكتب الأجل وكتب يعني حقيقة لحظة الموت، طب إذا لماذا تتعب ولماذا تفكر؟ ما الفائدة أيها الأحبة؟ إذا أحبتي في الله، يعني حقيقة أنا أتمنى أن يعني أن نكون دائما كما أرادنا الله أو كما يريد لنا الله، والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد الآخرة، تبتغون عرض الحياة الدنيا والله يريد الآخرة، إذن كن مع الله ولا تبالي. الشيء الثاني أيها الأحبة، قلنا إن أعلى الأعمال هي الدعوة إلى الله، تحدثنا، والآن لدي حديث مهم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين صلى الله عليه وسلم. من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ما معنى هذا؟ يعني أخي الحبيب، لا تشغل نفسك ليلا نهارا بأن تقول يا رب ارزقني، يا رب اشفني، يا رب أعطني، يا رب سلم، يا رب يا رب. ادعو الله، ولكن اجعل معظم وقتك، اجعله ذكرا لله، اجعله تبليغا للقرآن. ما معنى من شغله القرآن؟ يعني فقط يجلس ويقرأ؟ لا، يفهم ويتدبر ويبلغ ويطبق القرآن أيها الأحبة. أو ذكر الله لا يعني أن تقول الله 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 الله، هذا جزء من ذكر الله. ذكر الله هو أن تفهم معنى القرآن، تتدبر آيات القرآن، وتطبق ما أمرك الله به، وتبلغ هذه الآيات. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. طيب هل هناك دعاء للرزق؟ نعم أيها الأحبة، هناك دعاء أنا يعني سأقوله لكم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وهو القوي العزيز، وهو القوي العزيز. إذن الله عز وجل يبسط هذا الرزق لمن يشاء ويقدر وهو القوي العزيز. هناك آيات مثلا دعاء سيدنا مثلا ذنون، هذا فيه رزق لأنه فيه نجاة، عندما ينجيك الله من المهالك ليس فقط أن تكون في بطن الحوت، لا، قد يكون عليك ديون ينجيك الله منها. لا إله إلا أنت،
سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا دعاء لكسب الرزق أيها الأحبة، وصرف الدين عنك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهناك حديث لطيف أنا أدعو به دائما، يعني عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة يجلس في المسجد في غير وقت الصلاة وسأله كذا، المهم حديث معروف يعني، فقال: ألا أعلمك دعاء إذا قلته أذهب الله عنك همك وقضى دينك، اللهم إني أعوذ بك من الحزن، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن البخل والجبن ومن غلبة الدين وقهر الرجال. هذا الدعاء بالفعل الصحابي الذي روى هذا الحديث قال: والله لم تمر إلا أيام حتى أذهب الله همي وقضى ديني. هذا دعاء مهم علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أدعية كثيرة يعني. طبعا أيها الأحبة، سنختم بطاقة التفكير بالموت. هناك تجربة أجريت مؤخرا تحدثنا عنها، جعلوا أناسا يفكرون بالموت فكان أداؤهم أفضل بكثير. إنسان يخضع لاختبار معين فيه نوع من الإبداع، جعلوه يفكر بالموت قبل أن يقدم على العمل أو قبل الاختبار أو قبل المسابقة، فكان أداؤه أعلى. فقالوا إن التفكير بالموت شيء جيد، له طاقة إبداعية، يعطيك طاقة لتعمل أكثر. وبالفعل هذا صحيح أيها الأحبة. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يفكر بالموت تتضاءل مشاكل الحياة أمامه، لم يعد ينشغل بالمشاريع والهموم والأحزان، أحزان الماضي، ولا مخاوف المستقبل، يصبح همه فقط ما هو بعد الموت وكيف سيكون بعد الموت. بالنسبة للمؤمن الموت أهم من الحياة، حتى علماء البيولوجيا أيها الأحبة يقولون إن الموت أهم من الحياة، هو الأساس. تخيلوا لو أن الأرض ليس فيها موت، تخيل لو أن الإنسان يعيش مثلا 10,000 أو 100,000 سنة، أو هذه المخلوقات لا تموت، لأكلت بعضها بعضا، ولكن هناك نظام مقدر للموت على جميع الكائنات، كل نفس ذائقة الموت. لماذا؟ لأن هذا النظام ضروري للحياة، لاستمرار الحياة. وإلا تخيل أنك تجد أناسا مثلا، تخيل لو أن فرعون موجود الآن مثلا في هذا العصر، وقارون وفلان وفلان وكذا، ستستحيل الحياة يعني، ستجد الصراعات سيفنون بعضهم. وبالتالي الله تعالى قال: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. إذن هذا الموت أيها الأحبة أهم من الحياة، والموت هو بداية الحياة الحقيقية. إذا كنت غير مؤمن وكنت غافلا عن الله عز وجل فانتظر مصيرا أسودا، وانتظر مفاجآت وعذاب والعياذ بالله. ولكن عندما تكون مؤمنا حقيقة، لحظة الموت هي بداية الحياة الحقيقية. لذلك أيها الأحبة، نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا اللقاء أن يفرحنا بلقائه، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه. فهو القائل: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الحقائق كل من يستمع إلينا أو يشاهدنا، وأن يهدي بها من يشاء من عباده، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.